والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: استمرار الجهود لتوفير احتياجات المواطنين. الداخلية ترد على تهديدات داعش بتفجير الأهرامات. أحدث صيحات النظافة في الأقصر حفاضات للخيول. ومشكلات التعليم في المراية على القاهرة والناس. وإليكم تفاصيل النشرة. الدولة تحرص على تخفيف العبء عن المواطنين، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين لعدم تنقص أي سلعة أو التلاعب بأسعارها. من جانبه قال طارق عامر إن سياسة البنك المركزي تتمثل في دعم الاحتياطي حفاظا على الاستقرار النقدي، موضحا أن إلغاء القيود على إيداع وتحويل النقد الأجنبي في القطاع المصرفي أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك 10 أضعاف. خالص تعازي مصر في ضحايا الإرهاب، فقد أدانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق امباسادور في العاصمة الصومالية مقديشيو، والذي تبنته حركة الشباب الصومالية، وأسفر عن وقوع نحو 16 قتيلا و55 جريحا. وأكدت الخارجية وقوف مصر بجانب حكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب الغاشم. داعش مؤامرة على الحضارات الإنسانية، حيث قالت صحيفة دالي ميل البريطانية إن تنظيم داعش هدد بتدمير أهرامات الجيزة في لقطات فيديو للتنظيم يظهر فيها مسلح يتعهد بتدمير معبد تابو بالعراق الذي يعود تاريخه ل 2500 عام قبل أن يحدث تفجير ضخم يحول المعبد إلى حطام. من جانبها أكدت وزارة الداخلية أن معالم مصر السياحية مؤمنة بشكل كبير وتخضع لمراقبة أمنية على مدار 24 ساعة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة ارتكاب أي أعمال تخريبية تستهدف هذه المعالم الأثرية. وفي سياق مواجهة الإرهاب، ألقت مباحث مديرية أمن الأسكندرية القبض على خلية إرهابية مكونة من 13 فردا تخصصت في حرق المواصلات العامة بهدف إشاعة الفوضى، حيث تم العثور بحوزتهم على أعيرة نارية وعبوة معدة للتفجير وجراك تحوي على سائل البنزين وخرائط لمنشآت شرطية وعسكرية وقضائية وكتاب بعنوان وسائل التربية عند الإخوان المسلمين. وبمواجهتهم أقروا بأنهم أعضاء بلجان العمليات النوعية، كما اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال إرهابية وتخريبية. أحدث صيحات النظافة حفاضات للخيول، فقد أصدر محمد بدر محافظ الأقصر قرارا لتنظيم حركة سيارات الأجرة وعربات الحنطور، حيث تضمن القرار منع قيام عربات الحنطور غير المرخصة من العمل بالمناطق السياحية وضرورة الالتزام بالمواقف المحددة لها والسماح للمرخصة فقط بالعمل في المناطق المسموح بها والتزام قائد العربة الحنطور بالاشتراطات البيئية والصحية ووضع الحفاضات للخيول، بالإضافة إلى العلامات الفسفورية البيضاء ولوحة بيانات العربة وقائدها وتسعيرة الرحلات. أنتم على موعد مع برنامج في المراية على القاهرة والناس، حيث يناقش أحمد سالم مشكلة التعليم ومعاناة الأسر المصرية من حشو المناهج وعدم تحديثها، وهل المدرس ظالم أم مظلوم، وإذا كان من الضروري ربط التعليم بسوق العمل وإنشاء المدارس والمعاهد المهنية. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات إخبارية جديدة.